أنا جيت لك بنفس البيت هنا يا سونيك علشان أشكرك على المجهود اللي أنت بتعمله معانا. لا ده أنت كمان بتدافع عن المدينة وعن أي حاجة بتحصل في المدينة. أنا مش عارف أقول لك إيه، بس على فكرة أنا كعمدة المدينة هكرمك وهديك هدية كبيرة جدا. هدية إيه يا ست العمدة؟ أنا مش عايز أي حاجة حضرتك، أنا بس اللي أنا عايزه إني أكون بخدم المدينة وإني بعمل الخير فيها. شكرا ليك جدا، شكرا ليك، بس بقول لك ايه، انا خد بالك خد بالك، احنا في مشكله كبيره جدا، لان انت عارف فلاش الشرير ظهر تاني، ومش بس كده، ده كمان معاه ابنه، يعني هيعملوا مخططات رهيبه جدا، انت فاهمني طبعا. فلاش الشرير تاني، فلاش الشرير ظهر تاني. ايوه زي ما انا بقول لك ظهر تاني، بس انا مطمن لانك موجود انت وباباك يا سونيك، لان انا متاكد انكم هتعملوا تويتو رهيب وهتدافعوا عن المدينه من فلاش الشرير وابنه، لان انا متاكد ان هم راجعين اقوى من الاول وعايزين يعملوا كل مخططاتهم الشريره. فاهم فاهم يا سياده العمده، ما تقلقش كل حاجه هتبقى تحت السيطره. يلا بقى سلام، انا قلت اقول لك بس على المعلومه دي. فلاش فلاش ظهرت تاني منين؟ انا كنت اخر مره قاضي عليك. يا نهار ابيض، انا مش عارف اعمل معاك ايه. لا 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 لا. ايه ده سونيك؟ في ايه يا سونيك؟ مالك متضايق ليه يا حبيبي؟ ايه رايك في تسريحه شعري الجديده؟ عملتها جل. ايه ده، انت عملت جل ايه يا بابا؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا نهار ابيض، شكلك بعمل كده ليه؟ اخر صيحات الموضه لقيتها على النت، فقلت لا ما ينفعش افوت حاجه زي دي. وبعدين انت متضايق ليه كده اصلا؟ بعد اذنك يا بابا نزل شعرك واغسله، مش هينفع كده، ده مش منظر سونيك خالص. لا لا لا، انا متاكد انه هيعجب كل المتابعين، انا عايز كله يقول لي ايه رايك في شعري، شعري بالجل. يا بابا ايه ده، بعد اذنك يا بابا بقول لك نزله، مش هينفع كده، ده كويس ان العمده ما شافكش بالمنظر ده. ايه ده، هو العمده كان في البيت ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اصل اول ما طلعت لقيتك متضايق، في حاجه ولا ايه؟ هو يا بابا في خبر فعلا، عايز اقول لك ان العمده كان لسه بيقول لي ان فلاش الشرير ظهر. لا ومش كمان لوحده، ده معاه ابنه الاقوى منه كمان. ايه انت بتقول ايه؟ معقوله فلاش ظهر تاني؟ دي كده هتبقى مشكله كبيره جدا، المدينه هتبقى في دمار شامل، انا متاكد ان ده اللي هيحصل. فلاش هيجي ينتقم مننا يا سونيك، هينتقم مني وهينتقم منك، لاننا حبسناه في البوابه الزمنيه المره اللي فاتت. دلوقتي احنا هنروح في داهيه، لازم ناخد حرصنا وناخد بالنا ونواجهه بكل قوتنا وسرعتنا، انت فاهم يا سونيك؟ فاهم يا بابا فاهم، المشكله ان ابنه معاه، وابنه انا الصراحة ما صدقت قضيت عليه المرة اللي فاتت، لان ابنه سريع جدا. عارف عارف عارف، بس دلوقتي زي ما انا قلت لك لازم ناخد حرصنا، لازم ناخد حرصنا يا سونيك، ونخلي بالنا من المدينة حتى لانه هيعمل فيها مشاكل كبيرة جدا. وانا عمري ما هديله فرصة انه يعمل اي حاجة في المدينة، ولا حتى يأذي المدينة، ولا يأذي الناس اللي انا بحبهم. لما نشوف يا سونيك هنعمل ايه في المشكلة دي. عمري ما هديك فرصة ابدا يا فلاش انك تعمل اي حاجة في المدينة، هفضل الف فيها ليل نهار واتأكد ان المدينة تمام ما فيهاش اي اذى. يا نهار ابيض، انا قلقان جدا قلقان جدا كمان من اللي هيحصل. ايه ده، معقولة فلاش لسه ما ظهرش لحد دلوقتي؟ انا متأكد انه بيخطط لفكرة رهيبة جدا، اصل انا لفيت في المدينة حتة ومش لاقي فلاش. حاجة غريبة اوي الصراحة، حاجة غريبة اوي. الحمد لله على السلامة يا بابا، اهلا وسهلا بيك تاني في الزمن بتاعك الاصلي. واخيرا عرفت ارجع تاني الزمن بتاعي وانتهم منك يا سونيك، انت وباباك. هتشوفوا مني بلاوة كتير قوي في المدينة دي والزمن ده. بس انا عندي سؤال ليك يا بابا، انت ايه الشعر اللي بينور فوق دماغك ده؟ وايه التسريحه الغريبه دي اصلا؟ ما تشغلش بالك. كان واحد في الزمن اللي انا كنت فيه بيعمل تسريحات شعر غريبه، قلت له عايز حاجه فريده من نوعها، اما عمل لي الشعر اللي بيولع فوق دماغي ده، على طول انا حاسس بحر اصلا. بس شياكه يا بابا، شياكه شياكه. يعني بقول لك يا بابا، انا عايز اقول لك اني مخطط لحاجات كتير جدا علشان ننتقم من سونيك وبابا كمان،
وننتقم من كل المدينة. لا، انا اللي مخطط حاجات اكتر واكتر. مخطط اني اقتل سونيك وبابا. ماشي يا بابا، بس بعد ما نسرق البنك، لان عايز اضايق العمدة، عمدة المدينة بيتحامى في سونيك وبابا، فانا عشان كده عايز اسرق البنك يا بابا. ده هو ده طموحك اللي انت عايزه؟ بس كده كده هنعمل برضو المخطط اللي في دماغي بعد المخطط بتاعك. موافق موافق يا بابا، وما تقلقش هنبسط قوي بالمخططات دي كلها. من سرعتي عرفت اخش البنك من غير ما حد ياخد باله. لا ده انا كمان دخلت الخزنة. يلا علشان انتهي من العمدة هاخد كل حاجة ومش اخلي حاجة في المدينة لكم ابدا. خبر عاجل، معكم خوخة من اخبار بروك هيفن. دلوقتي احنا في مشكلة كبيرة جدا، الكاميرات ما لقطتش اي حاجة. طبعا انتم مستغربين انا بقول ايه، الكاميرات فعلا ما لقطتش اي حاجة. البنك طلع شكله في عفاريت، في حاجة غريبة، البنك اتسرق اتسرق من غير ما حد يلقط حاجة، بس كان في سنة شعاع اصفر ظاهرة في الكاميرا، فكلنا شكينا ان ده يكون اللي فنى. معقولة معقولة فلاش رجع تاني؟ يا نهار ابيض، ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا. انا حبيت اقول لكم ان البنك اتسرق، ومدينة بروك هيفن دلوقتي بتمر بمشكلة عصيبة جدا، ما فيهاش فلوس كتير، والاقتصاد بتاع المدينة هيقع دلوقتي بسبب ان الفلوس كلها مش موجودة. وبس كده، يا رب استرها معانا. حبيت اقول لكم الخبر الوحش ده. وبس كده، كان معاكم خوخة وسلام. ايه رأيك يا بابا؟ ايه رأيك في الخبر اللي انت سمعته ده؟ برافو عليك، خطة كانت مش في دماغي لانها كانت خطة تافهة، بس لما لقيت المدينة كلها متضايقة منها وبتقول ان هيحصل افلاس في المدينة بقيت مبسوط. دلوقتي العمدة وسونيك وبابا هيبقوا محتارين يعملوا ايه. اتضايقوا اكتر واكتر، اتضايقوا اكتر واكتر. بس انا عايز اعرف يا بابا، هو احنا هنفضل كده مستخبيين في المكان ده ولا ايه؟ مش هنظهر بقى ونقاتل سونيك وبابا؟ انا بدأت امل، انا عايز اقاتلهم واواجههم علشان ابقى مبسوط لما موت سونيك وموت بابا واخد حقك. لا وكمان نحبسهم في البوابة الزمنية. ما تقلقش كل ده انا مخطط له جامد جدا، وهنعمل اكتر من كده كمان. فلاش برضو، فلاش عملها يا بابا. مش عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي، انا محتار، والعمدة هيجي دلوقتي وهيقعد يعمل مشكلة معانا لان البنك اتسرق. عارف يا سونيك يا ابني، انا كمان برضو محتار المفروض نعمل ايه ونقول ايه للعمدة. ريفيرس فلاش، انت بتخطط لحاجة كبيرة جدا. المشكلة ان محدش بيسرق بنوك بالنهار، هو سرق البنوك في رمشة عين، ده اللي هيجنني. معقولة سرعته بقيت رهيبة بالشكل ده؟ ما هو ده اللي انا فعلا مستغربه يا سونيك، يعني ايه يسرق البنك بالنهار؟ انت لفيت على المدينة كلها طول الليل، ازاي ما عملش حاجة بالليل؟ في سر كبير ولا الموضوع ده يا بابا؟ في سر كبير ورا الموضوع ده، وانا لازم اعرفه. الحقوني، انا في مشكلة كبيرة جدا، الحقوني بسرعة. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ايه اللي حصل ده يا بابا سونيك؟ انا عارف انت عايز تقول ايه يا ست العمدة، عارف ايه اللي حصل. طب ما طالما ما انت عارف، ما عملتش حاجة ليه انت وباباك؟ انا مش فاهم، هو انا مش كلفتكم بحماية المدينة وقلتلكم هديكم اللي انتوا عايزينه وهخليكوا كمان ليكوا منصب كبير جدا في المدينة؟ شوف يا سيادة العمدة، احنا مش عايزين مناصب ولا محتاجين فلوس، احنا بس محتاجين نادي على ريفيرس فلاش. ايوة، وعلى فكرة دي برضو مش مهمتنا احنا بس، دي مهمة شرطة المدينة، وشرطة المدينة ما بقالهاش اي دور خالص من ساعة ما احنا بقينا نحمي المدينة. على رأيكم شرطة المدينة هي اللي لازم تتعاقب، بس برضو لازم نشوف حل في الورطة اللي احنا فيها دي. المدينة بتفلس وما فيهاش اي جنيه خالص. ما خلاص بقى يا سيادة العمدة، انت بتعيد وتزيد ليه؟ ما احنا عارفين في الاخبار. هو زي ما قلتلك، انا هدافع عن المدينة انا وبابا،
وغير كده كمان الأهم إن إحنا لازم نرجع تاني ريفيرس فلاش للبوابة الزمنية بتاعته وكمان معاه ابنه. للأسف أنا ما رجعتش ابنه معاه. دي مش مشكلتي، أنا قلت لكم المفروض اللي يحصل. يلا أنا ماشي، وإنتوا بقى حاولوا تحلوا الموضوع ده، وأنا هكلف شرطة المدينة إن هم يشتغلوا أكتر وأكتر. يا نهار أبيض عليا وعلى سنيني، رحت في داهية رحت في داهية، العمدة هيمشي من المدينة ولا إيه؟ الراجل ده همه بس على المنصب، مش همه على المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي، وان ريفرس فلاش بقى سريع ازاي. عارف عارف، واحنا دلوقتي لازم نخطط لحاجة، لازم نخطط. في خطة في دماغي بس مش عارف ده هيخلينا نلاقيهم ولا لا يا بابا. قول 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 اي حاجة، احنا محتاجين اي خطة دلوقتي بسرعة. قول. شوف يا بابا، انا متأكد ان هما نفسهم يدخلونا البوابة الزمنية وينتقموا مننا زي ما احنا ما عملنا مع ريفرس فلاش. فدلوقتي احنا نروح عند البوابة الزمنية ونقف قدامها، وانا متأكد ان هما هيجوا علينا. خطة حلوة، بس انت مش خايف لحسن يبقوا اسرع مننا واقوى ويوقعونا في الفخ ده؟ لا يا بابا ما تقلقش، كله هيبقى تحت السيطرة. لما نشوف، لما نشوف يا سونيك، لما نشوف. خبر عاجل، ومعكم خوخة من أخبار بروك هيفن. دلوقتي جبت لكم خبر أخيرا كويس وحلو شوية. دلوقتي في رائد فضاء تبع مدينة بروك هيفن، دلوقتي كان خبر إن هو لقى، إن هو لقى فوق في الفضاء حجر أزلي، حجر أزلي، واللي بيمسكه بيديله قوة خارقة جامدة جدا. فأنا عايز أقول لكم، تخيلوا بقى، تخيلوا كده معايا، لو أنا معايا حجر القوة ده ممكن أعمل بيه. وبس كده، كان معكم خوصة من أخبار بروك هيفن، وسلام. حجر أزلي. أنا متأكد إن بابا هيعجب جدا بالفكرة بتاعتي دي، لما ناخد الحجر الأزلي ونقتل بيه سونيك وبابا. أكيد مش هياخدوا بالهم من سرعتي، فاكرين نفسهم إيه؟ فاكرين نفسهم هيعرفوا يحرسوه. أنا هاخده بسرعة في أقل من رمشة عين. دلوقتي هو ده، هو دلوقت اللي هنقضي بيه على سونيك وبابا. واو، ايه الحجر الازلي الرهيب ده؟ معقول الحجر ده هيبقى سبب في اننا ننتصر؟ بابا هيبقى فخور بيا قوي، هيبقى فخور بيا قوي. يا لهوي، خبر عاجل تاني، انا بدات اتخنق من الشغلانه دي الصراحه. انا ما بقولش الاخبار وحشه ولا ايه؟ معكم خوخه من اخبار مدينه بروك هيفن. دلوقتي الحجر الازلي اتسرق، انا اعمل ايه دلوقتي؟ حجر القوة اتسرق، وبرضو اظن انه ريفيرس فلاش، لانه اتسرق بسرعة جنونية محدش خباله خالص من اي حد داخل. حبيت اقولك الخبر وسلام. بحجر القوة اللي معانا ده يا ريفيرس يا ابني هنبقى قوية جدا، وهنيدي على سونيك وباباه. برافو عليك، فكرة جهنمية. ما طبيعي فكرة جهنمية يا بابا، مش انا ابن ريفيرس فلاش الكبير، ابنه قوي، ده انا مش ابن اي حد، انا ابن ريفيرس فلاش. برافو عليك، احنا لازم ندخلهم في البوابة الزمنية، انت فاهمني طبعا. فاهمك يا بابا فاهمك. يا مرحب يا مرحب. ايه مش خايفين يحصل نفس اللي حصل لي؟ مش خايفين يحصل لكم نفس اللي حصل لي، وانكم تحبسوا ريفيرس فلاش في البوابة الزمنية؟ وبعدين ايه القصة الجميلة دي يا سونيك؟ انت هتتريق على القصة بتاعتي ولا ايه يا ريفيرس؟ اسم الله على قصتك. هو ايه كمية الشعر الغريب اللي انا شايفه النهاردة ده؟ اسمع يا ريفيرس فلاش، انت لازم تموت، انت لازم ترجع تاني البوابة الزمنية، بس المرة دي مش لوحدك، المرة دي معاك ابنك. بجد هتوديني مع بابا؟ امال مين اللي يرجع بابا للزمن بتاعنا تاني يا سونيك؟ اسمع انا كده كده اسرع منكم، فاحسن لكم استسلموا. بس مش اقوى مننا. وريله وريله، يلا يا ريفيرس يا ابني وريله القوه. ناني؟ ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه ده؟ ايه القوه دي بجد يا بابا فعلا؟ دي قوه حجر القوه. ريفيرس فلاش هاي وريك القوة الحقيقية، يلا وريله يا ابني. حاضر يا بابا. ايه ده؟ انت كويس يا بابا؟ ضهري
ظهري وجعني جدا، المفروض اعمل ايه؟ انا مش عارف ايه القوه اللي معادي. جماعتكم انكم تموتوا وكمان هتموتوا في البوابه الزمنيه. يلا وريهم يا ريفرس يا ابني. سرعتنا اسرع منهم يا بابا. اسمع يا سونيك، احنا دلوقتي معتمدين على السرعه بتاعتنا. ايه ده؟ ازاي يا بابا هربوا؟ مش عارف، هما ما ماتوش ولا ايه؟ لا يا بابا، دوم هربوا من قدام. يلا يا بابا قوه الاعصار. يلا يا ابني يلا بسرعه. يلا يا بابا يلا قوه الاعصار بسرعه. يلا يلا. لا 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 لا. اتحبست تاني، وكمان مش لوحدي، معايا ابني الغبي. يا غبي يا غبي. واخيرا قضينا عليكم. انا مبسوط قوي. يا ظهري. اعملوا حسابكم ان ارجع من الزمن ده وهنتقم منكم. يلا ريفرس. يلا يا بابا. وبس كده بيكون فيديو النهارده خلص. يا احلى ناس في الدنيا، يا رب الفيديو يكون عاجبكم وسلام.